السلام عليكم. بالنسبة لدرس اليوم هو لي سكريبت. شنو هما لي سكريبت وشنو نقدروا نخدموا بهم في الانديزاين؟ اول حاجة لي سكريبت هما عبارة عن دي فيشي كيكونوا في انديزاين او لكن تيليشارجيو من الانترنت كنقدروا نزيدو في انديزاين. هما دي انستريكسيون يعني تعليمات كيتكتبوا يعني اكواد كيتكتبوا في واحد الفيشي اللي كنسميوه سكريبت. شنو الدور ديال هاد الاكواد او الدور ديال لي سكريبت؟ هو تسهيل العمل في انديزاين. مثلا عندي بزاف لي طاش او بزاف التعليمات اللي خصني نستعمل في الانديزاين، كنجمعهم كاملين كنديرهم في سكريبت. يعني كيصاوبهم بروغرامر مبرمج كيصاوبهم وكيحطهم على شكل سكريبت. كنجي انا كندير دوبل كليك كنيكزيكيت هاديك السكريبت كيدير هادوك لي طاش كاملين. مثلا بغيت ندير هنا دي روبير على هاد ليماج، نورك على كونترول ار ونبدا ندير لي روبير. مثلا بغيت ندير روبير هنا وروبير هنايا وروبير هنايا وروبير هنايا. دونك صبت ربعة ديال لي روبير. وبغيت ندير عاوتاني مثلا روبير الوسط، بغيت يكون وسط الصورة قد وسط الصورة قد. دونك مثلا هادو ستة ديال لي روبير. فوالا سيبوزون بغيت انا هادشي منبقاش نعاودو، يعني تياخد لي الوقت. دونك شنو تندير؟ نقدر نستعمل هادشي نصاوبو على شكل ديسكريبت. دونك اول حاجة باش نشوفو لي سكريبت لي كاينين عندنا في انديزاين كنديرو ويندوز يوتيليتيز كنكليكو على سكريبت. الراكورسي كلافي ديالها Alt Control F11 تنكليكي دونك خرجت ليا فونيتر هنايا ديجا كنت خدمت بيها. دونك أول حاجة شنو تتلقاو؟ تتلقاو فولدر ملف فيه أبليكاسيون ويوزر. يوزر غادي يكون خاوي أبليكاسيون يعني اللي كاين في السيستم. كاين عندنا هنايا سامبل، عندنا ديسكريبت كاينين في دوسي سميتو جافا سكريبت، يعني دي فيشي مصاوبين بالجافا سكريبت. كنعرفو ان الجافا سكريبت هي من لغات البرمجية الخاصة بالويب، داكو. وكاين في بي سكريبت يعني فيزيال بازيك سكريبت. دونك نشوفو شنو كاين في الجافا سكريبت. دونك اول واحد سميتو اد جايدز، يعني كنأجوتي لي جايد. نمشيو في بي سكريبت حتى هو عندي نفسه، يعني عندي نفس السكريبت مصوب بالجافا سكريبت والفي بي سكريبت. دونك حنا نخدمو بالجافا سكريبت. مثلا تابعو معايا، كاينين لي سكريبت اللي كيقول لك خصك تسيليكسيوني واحد لوبجي عاد باش كيتيكزيكيتا هاد السكريبت، وكاين لي سكريبت اللي كيقول لك ما تيكزيكي ما تسيليكسيونيش شي حاجه كيقدر يخدم هو كيتيكزيكيتا ديريكت. داكو دونك هنايا عندنا بزاف ديال لي سكريبت، غنشوفو المهمين فيهم او لا الاكثر استعمالا. اكثر استعمالا داكو. دونك اول حاجه غنكليكي، دونك هنا نسليكسيوني والو، مثلا نسليكسيوني في لوفيد وغندير دوبل كليك على هاد لو سكريبت باش يتيكزيكيتا. دونك هنا اش كيقول ليا؟ سكريبت اليرت بليز سيليكت ان اوبجيكت and try again، يعني كيقول لك سيليكسيون واحد لوبجي وعاود مره اخرى. اوكي دونك نجي مثلا نكليكي على هاد الفوتو وندير دوبل كليك. تابعوا معايا، توب ليفت بوتوم رايت هوريزونتال سنتر فيرتيكال سنتر بات بوينت هوريزونتال. هنايا كيقول لي فين هما لي روبير ولا لي غيد اللي بغيت اجوتي. دونك انا نخلي باغ اكزومبل نخلي في نفس هاد البوزيسيون ياك، نكليكي على اوكي. تابعو معايا ليماج اللي ولات عندي، يعني نتابعو لي غيد راه ولاو الفوق، لي غيد مشاو من هنا لهنا. دونك هاد لي غيد نحتاجو مثلا بغيت نقاد شي صورة مع هاد التصوير، يعني مثلا كيكون عندي دوك الصفحات المتقابلة وبغيت التصاور يكونو مقادين.
دونك هادي وهاد لي هاد لي غوبير هادو نقدر نحيدهم بيان سيغ سيليكسيون نحيدهم. هنا شنو جا الدور ديال هاد لي سكريبت؟ انه كيسهل عليا الخدمه. دونك نشوفو سكريبت اخر وبيان سيغ هادشي تقدروا نطبقوا على ايماج ونقدروا نطبقوا حتى على اوبجي كيما كان. دونك نتعاملو على نفس المساله واخا. دونك نمشيو للسكريبت اللي من وراه مثلا نختارو adjust layout. دونك هذا بارمي لي سكريبت اللي مهمين. علاش؟ توفر علينا الخدمه. شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو مثلا عندي مثلا خدام في واحد الكتالوج مثلا في واحد 100 ديال لي باج ياك، ومثلا ليماج و التكست كلهم دايرهم على 1 سنتيم او دايرهم على واحد المارج محدد. جا لو كليون قال لك لا لا داك المارج غتزيد عليه واحد 2 مليمتر في الكتالوج كامل. وتخيلوا معايا نتوما صوبتو التكست صوبتو التصاور صوبتو كلشي قال لك لا تزيد لي واحد جوج مليمتر على على اليمين يعني الديكالو على اليمين. دونك هنايا غتعاود الخدمه كامله يعني كل باج خاص تبقى ديكالي. دونك هنايا جا الدور ديال السكريبت. دونك ندير دوبل كليك انتبهوا معايا كيقول لك فين بغيتي دير هاد الديكالاج، واش من لاباج ان حتى لاباج 35 اولا مثلا غير واحد الباج محدده داك مثلا نقدر نستعمل غير لاباج 2. وهنا تيقول لك بغيتي شحال الديكالا. اوكي دونك مثلا كليك نخليها دي فالور بار ديفو. تابعوا معايا شنو وقع. دونك وقع واحد الديكالاج اليمين. دونك ندير دوبل كليك نقدر نجي هنا وندير موا وندير اوكي. دونك نتابعو كلشي ديكال عاوتاني لليسر، يعني هنا كنستعمل بليس وموا باش كنقدر نديكالي. وهادشي كامل يقدر ينطبق على لو دوكيمون كامل، يقدر ينطبق غير على سيغتان باج. دونك هذا سكريبت مهم. داكا كاين عاوتاني واحد السكريبت الاين تو بيج دوبل كليك مثلا على خصني سيليكسيوني حتى هو سيليكسيوني مثلا هاد لوبجي دوبل كليك تابعو شنو كيعطيني هنا توب ليفت يعني الفيرتيكال هوريزونتال. دونك الى كليكيت تابعو شكل فين طلع دوبل كليك نقول لي مثلا هنا كونسيديري لي مارج يعني ياخذ بعين الاعتبار لي مارج اللي كاينين عندي في لاباج. دونك تابعو خلى لاباتي الفوق لي مارج اللي فوق خلى لي مارج اللي تحت. دونك دوبل كليك مثلا ندير لي سنتر سنتر بيان سير. تابعو معايا حنا راه عندنا لالينيومون، كاين اللي غادي يقدر يمشي يخدم بلالينيومون ديريكت مثلا غيمشي الاونلاين تابعو يقدر يبدا يخدم ديريكت. غير هو في الاونلاين خاصكم هنا تنتبهوا لواحد المسألة مهمة. عندي لالينيومون باغ باج لالينيومون باغ مارج عاوتاني باغ سيليكسيون. مثلا ندير باغ سيليكسيون يعني غنبغي نسيليكسيون غير هادو بوحدهم. وكاين عاوتاني باغ كي مثلا غنسيليكسيون هادو بثلاثة وغادي ندير ليهم باغ كي ونقول لهم مثلا بغيت مانيت الينيو ولكن على حساب السكريبت. غنورك على كونترول وكليك على السكريبت كلشي بغيتو تالينيو على حساب هاد لوبجي هذا. دونك هنا تيكون عنده واحد الكادر اخر تابعو كلشي غيت الينيو على حساب سكريبت. دونك نقدر سيليكسيوني عاوتاني ثلاثة ندير اوكي باركي ونختار مثلا هذا كلشي غي دابا كلشي غيتاليني ليا على حساب هاد لوبجي اللي لتحت تابعو. دونك هو تيبقى هما تيتبعوه. دونك بالنسبة لهاد لو سكريبت كيخدم لك غير على لاباج. أما إلا بغينا نخدمو لالينيومون بطريقة دقيقة تنختارو لوبسيون هادي
يعني تنحدو اش من الانيوم بغينا نخدمو بيه. كنا نخدمو على لاباج نقدر ديريكت من هنا دوبل كليك اونتخي صافي كلشي كيتالينيا. يعني هنا ندير دوبل كليك سونتخي لا نخلي الطوب ندير سونتخي انت بون كلشي طلع الفوق كونترول زد او لا ندير سونتخي كلشي الفوق سونتخي سونتخي تابو كلشي سونترا داكوغ. دونك هاد لاباتي ديال لالينيومون مفهومة. دونك نمشيو عاوتاني بريك فريم. دونك شنو المعنى ديال بريك فريم؟ هي بحال قلتي تيهرس الفريم ما تيخليش لي مع لي فريم اخرين. حنا نشوف واحد المثال باش توضح لنا الفكرة. مثلا نمشيو لهاد لو تيكست اولا هذا نتابعو معايا. الى جيت هنايا مثلا او كليكيت هنايا درت اونتري نتابعو شنو كيوقع. قد ما كنزيد ندير اونتري لاباج الثانية كيوقع فيها ديكالاج. دونك انا شنو تندير؟ كنجي هنايا وكندير لي بريك فريم دوبل كليك صافي. دونك واخا نجي هنايا نبقى نهبط اونتخي حتى نعيا والو ما يوقع حتى شي ديكالاج في لاباج اللي من موراها. دونك هنا بسامبل كليك اوكي. نشوفو عاوتاني واحد السكريبت اخر كورنر افي. دونك كنا شفنا في الدرس هنا كيحتف السكريبت مثلا عندي هاد السيارة دوبل كليك مثلا كنت بغيت نستعمل روندد داكور. هنا شحال من البوينت هنا واش اول بوينت يعني هنا كيكون عندك كيكون عندي لي بوين. حنا نشوفو ليكزومبل باش يتضح لينا مزيان. دونك هنا كنرجع روندي باش تبان لي روندي مزيان كليكي هنايا كندي سيليكسيوني هنا ولات ليماج روندي. دونك ندير دوبل كليك نقدر مثلا هنا ندير 21 بوينت وانا مثلا ندير لانفيرس ديال روندي كونترول زد ندير عاوتاني مثلا ندير بيفل وانا ولكن شنو غندير غنشوف بعدا تو لي بوان تابو ملي غنعزل مثلا غير بوان وحدة غيعطيني غير الاولى كيدي سيليكسيون لوبجي تابو بيفل ودير هنا غير فيرست بوينت نتابعو راه خدم غير على هادي شوف. دونك باش يبان المثال واضح رجعو روندي نتابعو هنا راه طبق افي على سكريبت طبق على سكريبت هنايا نقدروا مثلا نمشيو للتكست اولا ناخذ واحد لو تيتر فوالا ونجينا كليكي. كاين عندي واحد سكريبت اخر سميتو كرييت كاركتر ستايل دونك ديجا خدمنا بها. دونك شنو ندير دوبل كليك مثلا غنسمي هذا ستيل ا ولا نسمي مثلا اف اف سميه فقط داكا. دونك انا خديتو دونك بغيت ابليكي مثلا على هاد العنوان نجي سيليكسيوني مثلا نمشي لستيل كاركتر باش نلقى اف اف دوبل كليك جابو. دونك غنبغي ابليكي عليه. دونك انا غابيدمون ولي باش اني نمشي نطلع لي زوبسيون المنيو الفوق كري كاركتر ستيل كاركتر نقدر نخدم غير بالسكريبت كونترول زد نخليو البانل ديال السكريبت هنايا ونشوفو عاوتاني واخا نتابعو معايا عندي كروب ماركرز. شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هذا مثلا عندنا بغينا نصاوبو شي كارت فيزيت اولا بغينا نصايبو فلاير
وحنا بيان سي عندنا لو دوكيمون كبير، ولكن انا بغيت نصوب هذاك الفلاير يتقطع تما، نعطيه لي ديمونسيون اللي غادي يقطعهم يعني لابريسيون، قطعهم لي فهاد لو دوكيمون. ندير واحد المثال باش نفهموا الفكرة، تنسيبريمي هادي، صابنا واحد كارت فيزيت، ندير كارت فيزيت، كارت فيزيت هاك، صابنا مثلا هنا الريكتو، هنا الفيرسو، الفيرسو نقدر ندير مثلا شي لون آخر، داكا، شنو غنديرو هنايا؟ نسيكسيوني لي دو، وغندير كروب ماركر. داكو هنا نقدر نحيد ريجستريشن، تابعو اكليك هنا، شنو غادي يعطيني؟ دونك هنا عطاني الحدود ديال التقطاع، يعني البلاصة اللي يقدر يتقطع فيها. دونك هنا غندير عاوتاني سكريبت دوبل كليك، نسليكسيوني لي دو دوبل كليك، تابعو هنايا، هنا تعطيك المسافة، وهنا تعطيك السمك يعني ديك تلاتة، وهنايا كيعطيك ستروك يعني السمك ديال الخط اللي كاين هنا. داكوغ، كاينة مسألة أخرى، مثلا ملي كندير كونترول زد، تابعو ملي غندير كونترول زد، غيبداو يتحيدو هاد لي تخاص بالواحد بالواحد، يعني لو سكريبت كيكونو فيه، انت بغيت تحيد من هنا، غادي تيحيد، يعني بحال قلتي ديزانستخيكسيون، يعني سكريبت هو واحد التعليمات، كيبدا يصاوب اللولة التانية التالتة الرابعة، يكون داكشي كامل في السكريبت، غير كنأكزيكيتيو تأبليكي كلشي ألافوا. داكور، غنشوفو عاوتاني إكسبورت أول ستوري، هادي شنو الدور ديالها؟ مثلا عندي واحد لو دوكيمون فيه بزاف ديال التكست، وداك التكست مثلا لو كليون قال لك بغيت نعاود نفيريفيه، صيفطو لي نعاود نفيريفيه، ولكن يكون سيباري. دونك تدير هاد المسألة دوبل كليك، واش بغيت نخرجو تكست ولا ار تي اف ولا ان ديزاين تاكيت تكست. دونك انا نستعمل تكست عادي، يقول لك فين بغيتي نحط، نستعمل ان ديزاين، نشوفو بعدا لو دوسي. دونك فوالا، هذا هو لو دوسي ديال ان ديزاين، هاكا خاوي. دونك هادو هما الملفات اللي فيه، دونك نكليكي على اوكي، جابو غيبدا اكسبورت عليا لي تكست اللي عندي، غنعاود نرجع جابو هما لي فيشي، مثلا نحل هذا جابو هنا كيعطيك التكست اللي كان داكا، مثلا نحل واحد اخر فوالا شابيتر 5، دونك هذا بارمي لي باج اللي كاينين لتحت في الدوكيمون. دونك هادي دي باغ، اجي نشوفو عاوتاني، نشوفو دي سكريبت، كاين هاد لو سكريبت زوين سميتو نيو، سميتو نيو، مثلا عندي واحد ليماج، مثلا ناخد ليماج ديال السيارة، تابعو معايا، غنجينا كليكي عليها، وغادي ندير دوبل كليك، تابعو قالي خصني سيليكسيون ريكتونغيلير، غادي نستعمل مثلا هاد ليماج، هادي ديجا محيد ليها الفريم، دوبل كليك، تابعو معايا، هنا كيقولك شحال بغيتي من ستيب، يعني هنا كيكريالك واحد لينيو، حنا غنشوفوهم، غنقولي مثلا استعمل ليا البلو، داكوغ. تابعو الكادر اللي عطاني هنا فيه واحد بحال الإضاءة، شي كاينة مسألة أخرى، مثلا هاد اللون أنا عطيتو تجسمية، هنا كيعطيك غير بالنسبة ديال كل لون، مثلا بغيت أنا هاد اللون ندير ليه سمية، مثلا هذا بغيت نسمي، ندير ليه بوطون دروا، سويتش أوبشن، وكنجي هنا السمية ديالو ويد، يعني هنا هو مسمي بالقيم ديالو، دونك أنا غنجي نديكوشي هادي، نكتب لي مثلا
غوج باش بلا ما نبقى نكون انا حافظ القيم. فهمتها ولات سميتو غوج. داكوغ دونك هنا ملي كنجي مثلا ندير واحد النية كنجي هنايا غوج تنابليكي جا نيو فوق نيو. دابا نشوفو سكريبت اخر. كاين واحد لو سكريبت مهم هو بليس ملتيبل بيتش بي دي اف. هنا كنعرفو اننا ملي كنبغيو نكسبورتيو تابعو معايا واحد النقطة مهمة هادي. ملي كنبغيو نكسبورتيو مثلا فيشي بي دي اف مثلا نختار واحد البي دي اف اوفغيغ شنو كيعطيني. كنت مسيليكسيوني هاد السيارة داكشي علاش عطاني البي دي اف تما. تنسيبريميها سيليكسيوني في لوفي غندير فايل بليس اوفغيغ. دونك نتابعو انا عندي البخومييي باج باقا ما تحطاتش. دونك تا كنكليكي على باش كيحطها فوالا كيجبد ليا غير باج وحده. ولكن مثلا بغيت نشوف هاد لو دوكيمون كامل بغيت نامبورتي دوكيمون كامل ميمكنش تخدم هنايا ولا شي اوبسيون. دونك شنو تندير كنخدمو باش بسكريبت. هاد سكريبت هو اللي كيقدر امبورتي ليا فيشي كامل. دونك تندير دوبل كليك مثلا غادي نختار اختار نفس الفيشي ادموب وقيل سميتو ادموب فوالا هو هذا. كندير ليه امبورتي نتابعو كيقول لي واش نامبورتيه في ملف جديد نيو دوكيمون ولا في هذا اللي خدام فيه انا. دونك نقول ليه امبورتيه في واحد جديد. دونك نتابعو معايا هاد لي امبورتي ليا لي باج كاملين شحال ما كان. دونك هادي هي الطريقة باش كنقدرو امبورتيو لي باج بي دي اف كاملين. سينو نستعملو غير الطريقة الأولى كي امبورتي ليا غير باج وحدة. دونك هنا هذا باغمي لي زافونتاج ديال سكريبت. شحال في ديال لي باج وقيلا في شي 40. دونك نتابعو عندي 40 صفحة امبورطاها كاملة. كون استعملتها مانيال بقيت تمايا. داكا دونك هادو اهم لي سكريبت. كاين مسألة اخرى بغيت انا اجوتي سكريبت جديد خلي هاد لي سكريبت لي عندي بغيت اجوتي سكريبت جديد شنو ندير. كنمشي للانترنيت و كنكتب تيليشارجي سكريبت ان ديزاين. نوريكم واحد لو سيت فوالا وهذا سميتو ان ديزاين سيكريت يعني اسرار ان ديزاين. داكوغ عندو هاد لابارتي هنايا في الغوسورس بلوجين اند سكريبت. كاين واحد لو سكريبت زوين دونك تيليشارجيتو هو هذا سميتو زوم تو 140% يعني كيزوميلك الصورة 140 مرة. داكوغ دونك كليك باش كتيليشارجيو بيان سي انا تيليشارجيتو. كاين هنايا ان ديزاين فوالا ملي تيليشارجي لقيتو كومبريسي بيان سي ملي كنلقاو فيشي مكومبريسي كان اكستخير. دونك هو هذا دونك نخرجو هنايا. دونك هو هذا الفيشي بغيت ندير ليه لانسيرسيون ديالو في ان ديزاين شنو خصني ندير. نقدر نمشي نختار مثلا اي سكريبت نجي هذا بوطون دروا ندير ليه ريفيل ان اكسبلور غيعطيني كاع لي سكريبت لي كاينين يعني هنا فين مانستاليين. دونك نجي هنايا ناخد هاد السكريبت فوالا ناخد هاد السكريبت كونترول سي ونجي هنايا وندير كونترول في هاك وي واش عندك لي دغوا ديال الادمينستراتور وي. دونك انا انستاليتو هنايا نسد هنايا نتابعو معايا باش كيبدا بزوم فوالا هو لو سكريبت. دونك نفيرمي هذا ونجي مثلا ناخد شي سيارة
مثلا ناخذ نربط باقي ما استعملتش سكريبت، اوكي ناخذ مثلا سيليكسيون ديال السيارة وندير دوبل كليك على هاد السكريبت، نتابعو ديجا زوم عليها، يعني غير زوم عليها ماشي كبرها، زوم عليها باش يوضح المثال. غناخدو مثلا هاد الصورة هنا، هاي كاين الفوق، دوبل كليك نتابعو شنو تيدير، تيزومي عليها كيحطها سونتخي، بعدا سونتخي يحطها سونتخي وكيزومي عليها داكوغ، دوبل كليك شوف. كاين مسألة أخرى، هاد لي فيشي جافا سكريبت راه موديفيابل، مثلا نقدر ندير نمشي لهنايا، بالنسبة للناس اللي عندهم البرمجة اللي كيفهموا شوية في البرمجة راه يقدر يموديفيو هاد السكريبت، مثلا هو كيدير زوم ديال 140%، نقدر ندير ليه أنا كيدير 200%، كنترول اس بور سوف كاردي، وي وي سي 200%، كنترول اس فيرمي ايديتور نو داكا، ونجي هنايا مثلا نابليكي لهاد الطوموبيل ندير دوبل كليك، نتابعو يعني زوما بريسكو لو دوبل. خلاصة القول، لي سكريبت هما مجموعة من الأوامر اللي كيسهلو لنا الخدمة، كاين دي سكريبت اللي ديجا كاينين في ان ديزاين، وكاين دي سكريبت اللي كتيليشارجيهم من الانترنيت و تخدمو بيهم. كنتمنى أن الدرس ديال لي سكريبت يكون فيهم مزيان، ونتلاقاو في الدرس الجاي.